يواصل مجلس الشيوخ جلساته لمناقشة الطلبات المقدمة من الأعضاء، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج. وخلال الجلسة وافق مجلس الشيوخ على رفع ما دار من مناقشات إلى لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية لبحثها وإعداد تقرير بشأنها يعرض على النواب في جلساتهم المقبلة. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها طلبا مقدما من عدد من الأعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم. المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة أكدت أن القيادة السياسية تحرص على رعاية مصالح الجاليات المصرية حول العالم معتبرة إياهم جزءاً محورياً من عملية التنمية. إن حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم معتبرة إياهم جزءاً محورياً من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة وقدرتهم على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر في مجالات متنوعة يجعلنا نستوضح عن فاعلية آليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم. نواب الشيوخ أكدوا في استعراضهم أهمية التواصل الفعال مع أبنائنا في الخارج، كما تطرقوا لجهود الحكومة لربط أبناء مصر بوطنهم. المصريين بالخارج هم ثروة قومية تعادل قناة السويس ويمكن أكتر شوية. وزارة الهجرة أنشئت مش بس علشان نهتم بتحويلات المصريين بالخارج. مصر لها حوالي 850 ألف عالم وخبير يعملون بكافة الدول. أنا كنت عايزة أفرق ما بين المصريين اللي في الخارج، هما نوعين، العاملين والمقيمين المهاجرين اللي قاعدين اللي ما بيرجعوش مصر. أنا مش هتكلم على العاملين لأن زمايلي النواب اتكلموا بما فيه الكفاية، أنا عايزة أتكلم على المقيمين اللي بره دول، أنا عايزة أجيبهم لمصر. مش هجيبهم أقولهم تعالوا اقعدوا عندنا، لا، أستفيد من خبرتهم. الحكومة أكدت في ردها على الاستيضاح أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في تحويلات الجاليات بالخارج إليها، مشيرة إلى حرص أبناء الوطن بالخارج على الاستثمار في بلدهم، كما لفتت إلى أن التوجيهات الرئاسية تؤكد على أن المصري سواء بالداخل أو الخارج هو في قلب وعمق التنمية، وأن مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى بغض النظر عما يتعلق بإسهاماتهم في الاقتصاد الوطني. مجلس الشيوخ وافق في نهاية جلسته على رفع ما دار من مناقشات إلى لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، وذلك لبحثها وإعداد تقرير بشأنها يعرض على النواب في جلساتهم المقبلة.